اهلا بكم مجددا. يظل علاقة الجمهور او الشارع المصري بالفن التشكيلي علاقة في حاجة شديدة الى ترسيخ مفاهيم هذه العلاقة او محاولة مد جسور تواصل ما بين المواطن في الشارع المصري والفن التشكيلي. الحقيقة احنا يوميا دايما وفي كثير من الحلقات بنطرح فكرة ان ممكن ان احنا نتخلص من حالة التصالح مع القبح اللي احيانا بتصيب البعض من غير ما يستشعر او يشعر انها بالفعل بتتحول لحالة تصالح، ان ممكن اشوف اشكال او اشياء مشوهة في حياتنا واتواصل معاها واتصالح معاها من غير ما يكون في ادراك لخطوره ده على المدى البعيد. علشان كده بيجي دور الفن التشكيلي في انه ازاي يعمل حاله جماليه واحساسنا بالجمال مساله تحتاج الى علاقه صحيه ما بين الفن التشكيلي والانسان او الجمهور المصري. وعشان كده دايما في اهتمام يعني من كثير من فنانينا التشكيليين ان يكون في معارض تقدر بشكل او باخر انها تفتح مجال التواصل وتمد هذه الجسور بشكل صحي. من ضمن هؤلاء صاحب طبعا هذا الملف او ضيفنا العزيز الفنان التشكيلي محمود الببلاوي اللي بيعرض حاليا من ضمن مجموعه 30 فنان في معرض في كارما مهاني. هذا المعرض اللي بيضم مجموعه متنوعه من الفنانين التشكيليين اللي عندهم شغف ولهفه ان يكون في علاقه حقيقيه مع الشارع، تواصل حقيقي مع الجمهور المصري. برحب طبعا بضيفي العزيز الفنان التشكيلي محمود الببلاوي. محمود يعني هل شايف ان احنا قادرين بشكل او باخر خلال الفتره الماضيه ان نحقق يبقى في علاقه تماس ما بين الفنان التشكيلي والجمهور؟ طبعا ظهر واضح جدا في ثوره 25 يناير طبعا لما شفنا جمهور نزل وكان بيرسم جرافيت على الجدران وكان بيرسم على الارض في ميدان التحرير، بيرسم كل حاجه بيعبر عن احساسه بيها وشعوره ناحيه الثوره وحبه للثوره وحبه للوطن وولائه لوطنه والجيش وولاء الجيش للوطن. كل ده كله عبر عنه الشارع كله، مش الفنان بس، لا كل واحد في الشارع عبر بيه، حس انه قريب منه، بالظبط مساله قريبه. بالظبط يعني حدث اقرب شيء قدروا يطلعوا بيه اللي هو الفن التشكيلي. ازاي ممكن الفنان يقدر يتعجب او يستغل الحاله ديت؟ يعني احنا على مدى فترات بعيده جدا كان دايما الفن التشكيلي فن نخبوي، او يعني انا مش عايزه اقول كده لكن بشكل او باخر مش قادرين نحقق حاله التواصل مع الجمهور في مصر وفي العالم العربي بشكل عام. فازاي الفنان المصري ادرك ده مؤخرا وشاف ان ده مساله مهمه جدا ان يحصل حاله التواصل ده؟ معروف ان الفن نبض الشعوب. احنا بنحكم على اي شعب انه هو متقدم او غير متقدم فنه، صحيح، زي ما حكمنا على الفن الفرعوني ان الفراعنه كانوا متقدمين جدا وسيدين العالم كله بفنونهم، وبرضه جه عندنا الفن القبطي والفن الاسلامي شفنا التقدم بتاعهم الحضاره بتاعتهم، وبرضه فنون اخرى زي الفنون البيزنطيه والاشوريه وغيرها من الحضارات. فدي كلها احنا وصلتنا الحضارات دي عن طريق الفن. يعني لولا الفن ما كناش يعني نقدر نتعمق في الوصول للحضارات دي، طبعا كنا ممكن نوصل لها بس بطرق اخرى كانت هتكون صعبه شويه، انما الفن كان اسهل وسيله ان هو يوصلنا للحضارات دي. ما بين العصور والحضارات دي الحبل السوري حصل فيه لخبطه في النص شويه. والله احنا نقدر نقول في اي شيء لابد بيحصل بيه برضه فيه شويه لخبطه على على الماده، يعني حصل يعني في تصحيح تاني، يعني الامور بتصح بعد كده تاني على اساس ان في عندنا مثقفين وفي عندنا ناس على مستوى عالي بيقدروا يصححوا المسيره تاني وبترجع تاني لحالها يعني. طيب هبدا بالمعرض اللي موجود حاليا بيضم 30 فنان. ايه الروح اللي بتجمع 30 فنان في المعرض ده تحديدا اللي هو في كارما بن هاني؟ هو الروح بتاعتنا كلنا قوميتنا بقناة السويس. دي اللي جمعتنا في الحقيقه، وهي خلت عندنا في الحقيقه انتعاش في الفتره اللي احنا فيها دي، اللي هي اولا احتفلنا بمرور 60 عام على افتتاح قناه السويس، وكان معرض جميل جدا في السويس وافتتحوا حضرتك شاركت فيه؟ شاركت فيه وافتتحوا سياده الفريق مهاب مميش، وانا في الحقيقه يعني اعطيت او اهديت لوحه لسيادته، هو بالتالي اهداها لوحه عن القناه عن قناه السويس، لوحه عن قناه السويس عجبته جدا في الحقيقه، اللي هو بيمر على لوحاته وبيشوف بيتابعها يعني وبيشوف بيمر على الفنانين، فكل فنان كان بيشرح لوحته انا راسم فيها كذا 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 وبعبر عن كذا، فجه عندي فقلت له في الحقيقه احنا عندنا مقوله بتقول الفن تعبير عن الواقع وليس تسجيلا له، فانا بشوف الواقع وبحسه باحساسي وبعبر عنه حسب احساسي. ده كان اختيارك يعني اللي حاولت تطلعه في اللوحه ديت؟ بالظبط كده، فقلت له سيادتك فالمفروض المتلقي الواحد برضه باحساسه هو الخاص ويشوف ايه اللي موجود في اللوحه، ايه اللي عجبه فيها، ومناط القوه اللي هي بيتمس احساسه هو. فسيادته رد عليا قال يعني تقصد ان انا اشرح اللوحه؟
والله يعني اكون شاكر جدا يعني في الحقيقه كنا لفته جميله من سيادتك. احنا المهم حضرتك شرح اللوحه وهو شرح بنفسه. جينا ساعه تسليم الشهادات فبيقول اللوحه بتاعتك جميله جدا وعجبتني وفيها الدنيا كلها، شايف الدنيا كلها في اللوحه دي. قلت له بالتالي برضه بديها لقناه السويس، فخلاص اللوحه دي تضم المتحف التاريخي لقناه السويس. وده في الحقيقه كان شعور ده اللي حصل فعلا. بعد السنه انتوا عندكم المعرض ده بيضم اعمال مختلفه، ده يخلينا نسال لاي مدى ممكن نقدر ان احنا يعني مش عايز اقول نستغل بس نستفيد من طاقه الفن في ان هو يقدر يخدم قضايا المجتمع، يعبر عن المشروعات الموجوده المختلفه، المشروعات القوميه او المشروعات اللي موجوده في المجتمع، يعني ازاي ممكن يبقى في زي ما قلت علاقه صحيه انها تقدر يبقى في رصد للحاجات اللي بتحصل فنيا. وزي ما قلت حضرتك الفن يعني انا دايما لما يكون عندي المجتمع ناهض بوصل نهوضه للناس عن طريق الفن، عن طريق الاعلانات اللي بعملها، عن طريق الجرافيتي اللي انا بعمله، عن طريق الافلام التسجيليه اللي انا بعرضها والافلام الثقافيه والحاجات دي كلها في الحقيقه، وعن طريق المعارض. فبرضه معرض قناه السويس السنه دي كانت في الحقيقه منتعشه جدا زي ما حضرتك تفضلتي، المعرض الفنان في يعني في متحف احمد شوقي، فكان 30 فنان، فنانين في الحقيقه كانوا متميزين كلهم. وانا بعتبر في الحقيقه كل فنان متميز في الحقيقه، طالما ان هو هنا السؤال يعني هل الاعمال كان فيها نوع من التنوع والثراء اللي يقدر يعكس ده؟ ما يبقاش دايما كان في اتهام موجه مش مصر بس، لفنانين عالميين ان ممكن تكون مثلا لوحه مش عارفه ايه محطوطه في متحف ايه عشان ده كان بامر مثلا من يعني جهات معينه، فازاي يحصل نوع من حاله لا التعبير الصادق وان انا اقدر انفعل باللحظه وبالتالي اعبر عنها فنيا، هل المعرض عكس ده بشكل او باخر مش بس من شغل محمود الببلاوي لكن اسماء عديده موجوده ومشاركه طبعا في المعرض؟ حضرتك في اسماء كبيره جدا معانا، في الفنان احمد بيومي، في الفنان طارق زايد، في الفنان علي الروبي رحمه الله عليه، في الفنان محمد فؤاد الشاذلي، في الفنان احمد بيومي عنده تجربه رسم الطبيعه الصامته. افندم الفنان احمد بيومي عنده تجربه رسم الطبيعه الصامته امبارح في الحياه في ساعه الصاوي، هنتكلم عنها برضه ان شاء الله. المهم حضرتك 30 فنان ب 30 لوحه او اكثر من 30 لوحه، فكل لوحه ليها طابع خاص حسب اسلوب الفنان نفسه وحسب ثقافته هو وحسب الطريقه بتاعته في التعبير وحسب اسلوبه. في فنان بيعبر بالطريقه الاكاديميه، في فنان بيعبر بالطريقه التجريديه، في تجريديه واقعيه، في تجريديه مطلقه، في عندي فنان بيعبر بالطريقه الزخرفيه، بيعمل الحاجات يعني بتشمل الوحدات الزخرفيه، يعني كل فن ليه طبيعته في الحقيقه وحسب يعني مدرسته الفنيه اللي هو تبعها. فالواحد لما يروح معرض زي كده فبيشوف اساليب ومدارس وانماط متنوعه، وبرضو الفنان المعارض دي بتديله خبره ان هو يعني في غيره بيشوف شغله وهو بيشوف شغل الاخرين، فكل واحد طبعا في عمليه التاثير والتاثر، فكل واحد بياثر في التاني وتاثر منه. على اساس احنا خبرتنا بناخدها من ايه؟ انا عندي معلومه بشوف معلومه تانية قدامي بضيف لمعلومتي جزء من المعلومه اللي انا شفتها طبعا. وبالتالي الاخر بيعمل كده، فحضرتك هتلاقي انماط مختلفه واساليب مختلفه. وعشان كده حضرتك لو رحت المعرض ده كل يوم مش هتملي منه. ما هي دي النقطه، يعني يبقى فكرته يعني في تعدديه في ان انا وانا بشوف حاجات. احنا شايفين طبعا جزء من شغل حضرتك فنان تشكيلي محمود الببلاوي على الشاشه، بنعرض بعض اللوحات التشكيليه. السؤال دايما اللي بيجي لذهن اي حد بيتابع يعني الحراك التشكيلي في مصر، ازاي ممكن نستفيد منه في خلق ثقافه بصريه في مجتمعنا؟ انا زي ما قلت وبدات الحلقه احنا عندنا ازمه في ان بالفعل ممكن الناس بتشعر ان هيبقى في حاله تصالح مع القبح، لو انا نازله وشايفه شوارع ممكن تكون بتفتقر لبعض ملاحي الجمال مثلا، او شايفه بعض العمارات اللي ممكن ما احسش فيها بعض الجمال، او بعض الاماكن اللي احس انها مشوهه حتى بالقمم، يعني اي مشاهد ممكن تبقى بتسيء لوجداني او المذاق الفني بتاعي، للذوق الفني بتاعي. فمع الوقت ممكن يحصل تصالح مع القبح، هنا دور الفن التشكيلي ايه؟ هو حضرتك ارجع لنقطه مهمه جدا. يعني احنا لما كنا صغيرين كنا بناخد حصه الرسم وكنا مهتمين بيها وكان في عندنا نجاح وسقوط، جم بعد كده قال لا مفيش نجاح وسقوط بس داخله في المجموع برضو كان ليها تاثير. دلوقتي طلعت اعتقد من الاثنين خالص، فاصبحت يعني ملاش اهميه، فطبعا ده شيء سلبي. او مدارس ومدارس يعني مساله فالمفروض هم لا بيخلوها زي هوايات في الحياه ونشاط وحاجات زي كده، بس الهوايات بيكون في مجموعه هوايات والطالب بيختار الهوايه اللي تعجبه. فاحنا المفروض بننمي الفن من الطفل
وهو صغير الحقيقه، يعني نعلمه ايه الاسلوب الفني، ازاي يشوف، يكون عنده رؤيه فنيه. يعني مثلا حضرتك لما تشوف الشجره واي حد تاني يشوف الشجره، كل واحد بيشوفها بطريقته الخاصه، كل واحد بيشوفها، يعني في واحد بيشوفها كمجموع الاول بعدين يبدا يشوف التفاصيل، في واحد بيشوف الجذع بتاعها بس هو اللي بيلفت نظره، في واحد بيشوف الاوراق بتاعتها، واحد بيشوف الساق. لا، انا عايز الواحد يشوف كل جزء في الشجره دي ويبدا يعني يعبر عنها، يعبر بإحساسه عن الجزء ده ايه، والجزء ده يفيده في ايه، وعلاقه الجزء بالجزء الاخر مع بعضها، علاقه اجزائها مع بعضها ايه كامل، دي كلها عايز احسها وعايز اشوفها. فلابد عندهم الثقافه الفنيه، لابد الفن يكون تحصل موجود. ازاي يعني مدرسه، شايف المدرسه لوحدها هي مسؤوله ولا المدرسه والشارع؟ يعني انت بتقول للطفل بتحطه في بعض مثلا، او بتديله بعض يعني مناخ يقدر ان هو يساعده بشكل او باخر يتذوق فنيا، لكن بيخرج على الشارع بيشوف مثلا، انا اسفه اقول، بعض المنحوتات اللي هي لا تمت بصله بالفن التشكيلي. فده ممكن، مش شايف ان ده ممكن يحصل بشكل او باخر يعمل ازمه في حتى الثقافه البصريه عند اساس الأطفال؟ التعليم عندنا المدرسه، تعاون البيت مع المدرسه، وتعاون وسائل الاعلام مع المدرسه في تنميه طبعًا الطالب. طبعا فالكل دايره واحده والكل متكامل مع بعضه. بس ببداها اساسا، هو المفروض ببداها من البيت، اصل البيت هو اللي بيبدا تربيه الطفل في الاول، وبيمشي على نمط معين، وبعد كده يدخل المدرسه. المدرسه بتبدا تهذب الطفل، وتبدا تحط على منهج معين اللي بيها ازاي يطلع بعد كده نافع للمجتمع وصالح للمجتمع وصالح للحياه الاجتماعيه بتاعته. فعندنا الحياه متكامله في الحقيقه، وعن وسائل الاعلام مهمه جدا برضو في تنميه المواهب، وازاي ان هي بتعرض لي حاجات عن الفنون ومعارض فنيه ومدارس فنيه وفنانين بيتناقش معاهم. انا بشوف الاعلام في الحقيقه دلوقتي، يعني اللي هو مركز على الحكايه دي لو الاعلام الرسمي بس، يعني القنوات الرسميه بس اللي هي مركزه على قطاع الفنون. وعندي دلوقتي يعني مجموعه كبيره جدا من المجتمع بيلجأوا القنوات الخاصة عشان يشوفوا السياسة ويشوفوا الأحداث ومش عارف الحاجات دي، قنوات رسمية. فليه القنوات الخاصة ليه ما تعرضش فنون تشكيلية زي القنوات الرسمية؟ دي يكون برضو ليها دور كبير. طبعا ده جزء مهم، التعليم، البيت نفسه، البيت أو الأسرة المصرية في الأول، بعد كده المدرسة، والبيت مع المدرسة. تشكيلي أستاذ محمود، شايف دوره إيه في هذا السياق؟ يعني في الناحية، احنا محتاجين لتنسيق ان احنا نستفيد من اسماء عديده جدا من الفنانين التشكيليين في مصر هنا اللي عندهم يعني رؤيه وعندهم ذوق فني عالي، في ان احنا نقدر ازاي اخلق الثقافه دي جماهيريا. حضرتك انا عشان اعطي كويس، انا ثقفت فنيا ودخلت كليه فنون وتعلمت، لابد ان انا الثقافه اللي اخذتها دي والتعليم والفن اللي انا مارسته لابد ان انعكس على المجتمع اللي موجود فيه. والا انا ما بقاش شخص صالح في المجتمع. يعني الدوله صرفت عليا وعلمتني وربيتني وبيت راجل يعني على مستوى مسؤوليه في الثقافه اللي انا موجود فيها، لابد ان انا افيد بها المجتمع. وده دورنا في الحقيقه. وده دور كل مواطن ان هو يعني يتعلم ثقافه معينه، لابد الثقافه دي انشرها في المجتمع. طيب تصور ان احنا ايه اللي ممكن يحصل عشان يبقى فيه دمج لدور الفنان التشكيلي في خدمه قضايا المجتمع؟ بمعنى مثلا وانا بتكلم على حتى تخطيط المدن، بتكلم على مثلا العماره في مصر، بتكلم على الشوارع والطرق في مصر، احنا محتاجين يبقى فيه حته الذوق الفني، او يبقى فيه حته الاحساس بالفن والجمال تبقى جزء لا يتاصل من المشاريع ديت. علشان ده يحصل، ايه تصورك يعني لهذا الموضوع؟ خلاص، تمام. قطاع الفنون التشكيليه، قطاع الفنون التشكيلية تحديدا اللي هو طبعا بيرأسه وزارة الثقافة أساسا، ده المفروض بيهتم بالفن أكتر من اللي احنا شايفينه دلوقتي. هو لا شك فيه اهتمام دلوقتي، ما أقدرش أنكر في الحقيقة، بس الاهتمام عايزينه برضه يزيد عن كده، ويكون فيه تشجيع مادي أكتر للفنان. يعني بنشوف الفنان في الحقيقة بالنسبة للناحية المادية في الحقيقة يعني مش عارف أقول ده يعني موقفه إيه في الحقيقة، يعني يمكن أقل دخل الفنان. ودلوقتي طبعا بالنسبه للاسعار والناس يا دوب بتكفي مصاريف الحاجات دي، فيش واحد يروح يشتري لوحه. يعني الواحد بيقول بدل ما اروح اشتري لوحه بكذا، طب ما اروح انا اشتري جهاز تلفزيون لاولادي، اشتري مكيف، اشتري طبعا مرتبطه فيها. بالجانب الاقتصادي. واحد تاني يقول طب انا احسنهم في الاكل والشرب بتاعتهم، اجيب عربيه، يعني ما فيش حد دلوقتي بيلجا، دي بتبقى بيعتبرها ناحيه ترفيهيه. فدور في معناها دي ثقافه اصيله في ان انا اقدر اعمل اي بلد ثقافه اصيله، مش فكره اقتناء اللوحه، حتى بالجمال يعني تذوق الجمال. انا بتكلم بالنسبه لحضرتك فنان، عشان لابد ان انا اغذيه ماديا حضرتك طبعًا. على اساس ينتج دلوقتي عند الخامات الفنيه غاليه جدا واسعارها مرتفعه، وبعدين مش لاقيين حد دلوقتي يقف جنب الفنان. النقابه في وادي والفنان في وادي تاني، قطاع الفنون التشكيليه دوره ان مخصص كم قاعه عرض على اساس يعرض الفنانين
وفيه بياخد برضه مقتنيات، بس برضه لا شك المقتنيات ضعيفه بالنسبه لعدد الفنانين الموجودين. في برضه تفرغ الدوله عاملاه للفنانين، بس برضه لنسبه بسيطه من الفنانين. فمعظم الفنانين عندنا يعني يمكن اكثر من 80% حالهم مش هو الحال المفروض يكون الفنان. في معاناه. فده طبعا بينعكس على الفنان، بينعكس على المجتمع. استاذ محمود، طبعا اكيد بشكل او باخر يعني تجربه احمد بيومي، طبعا المفروض كان يكون معنا فنان تشكيلي احمد بيومي، لكن تجربته في رسم الطبيعه الصامته اولا يعني بدي ازاي رسم؟ هو في الحال الفنان احمد بيومي ربنا يديله الصحه، هو كان جاي المفروض معايا بس حصل ظروف ده اللي عطل شويه، وهو قال لو قدرت هاجي هاجي. المهم الفنان احمد بيومي في الحقيقه من الفنانين المتميزين، وهو خريج كليه فنون جميله قسم ديكور سينما. هو بيحب يرسم لايف كتير قدام الجمهور كمان، قدام في حتت الجمهور مفتوحة وكده، ودي احساس كويس وحاجه كويسه ان هو ازاي يعني بيجوا اللي هم الفنانين. احنا شايفين جزء من غير مقاطعه، احنا شايفين جزء من اعمال الفنان احمد بيومي على الهواء. دي اللوحه دي في الحقيقه اللي هو رسمها الفنان سيد الصاوي، كان في مجموعه كبيره جدا من الفنانين، ومش الفنانين بس برضه اللي هم مريد الفن التشكيلي، برضه في ناس يعني بيحبوا الفن التشكيلي ويحبوا يحضروا معارض، مش شرط انهم يكونوا بيرسموا يعني. فحضر في الحقيقه ناس كتير جدا، وهو عامل تجربه لايف قدام الناس ازاي ان هو يرسم من طبيعه صامته سي لايف. فرسمها في الحقيقه قدام الجمهور وكانت جميله في الحقيقه. فدي برضو يعني تجربه تفاعليه، هي يعني هو يعني بيتفاعل مع اللوحه، والمشاهدين نفسهم بيتفاعلوا مع اللوحه مع الفنان. ايه سر التجربه؟ يعني احنا عندنا في بعض الحاجات احنا شفنا مثلا زي الرسم بالرمال، زي في تجارب اخرى قدرت انها تعمل كده يعني تقرب من جمهورنا المصري او من شريحه كبيره من جمهورنا المصري. فقيمه الفن التفاعلي او الفن التشكيلي التفاعلي، هل احنا قادرين نستغله او محتاجين ايه عشان نستغله ونقدمه بشكل بصوره اكبر من كده؟ ما انا لما اعمل ورش عمل زي اللي عمل الفنان احمد بيومي دي في الحقيقه هتقرب الناس مني وتشجع الناس ان هم يرسموا. ليه؟ في ناس عايزين يرسموا خايفين، محتاجينك انت تظبطهم، عايزين دفعه. فهو صحيح. لما يشوف هنا الفنان ازاي بيرسم بكل بساطه وبكل سهوله، وازاي بيخطط لوحته ويشتغل بالوانه، هو يروح في البيت يحاول يقلد او يعمل كده يعني. هو طبعا مش يقلد يعني يعمل كوبي منها او نسخه منها، لا هو يعمل باحساسه، طبعا مش هتطلع هي تطلع حاجه ثانيه، بس هيحس انه عمل حاجه عشان هو شاف حاجه عجبته ولمست احساسه. فبالتالي انعكست عليه. فدي احنا برضو لما نقولش الحكايه دي، يا ريت يا معظم الفنانين يعملوا الحكايه دي، يعملوا ورش عمل في الشارع، يعملوا ورش تجربة عمل زي الفن ميدان مثلا، فن ميدان في الميادين في الساحات الشعبيه، بيوت الثقافه اللي هي في القرى، في اصول الثقافه، الحاجات دي كلها، دي برضو تنميه كويسه جدا للمجتمع فنيا. ودي برضو يعني هتعلي عندنا الاحساس الفني في الجمهور. طيب مره ثانيه، لازم تكون مدعومه من مؤسسات الدوله، ولا شايف ان التجارب المستقله مهمه برضو في الاطار ده؟ بمعنى ان احنا محتاجين مبادرات فرديه، يكون في مؤسسات مستقله بتشتغل في هذا الاطار. اكيد ما تحتاج دعم حتى لوجستي وبعض الموافقات طبعا في بعض المناطق، لكن ان يكون في حراك يعني نمشي الدنيا بشكل اكبر. ما حضرتك مثلا عندنا الهيئه العامه لاصول الثقافه، ليها اصول ثقافه في المحافظات، وليها بيوت ثقافه في المدن الصغيره وفي القرى والحاجات دي كلها. فالمفروض بيوت الثقافه دي بتدعم الناحيه دي، سواء بتدعمها معنويا وفي نفس الوقت برضه بتدعمها فنيا وبتدعمها ماديا. ده المفروض في الحقيقه. وبين انا ممكن باقل التكاليف واقل الخامات بعمل فن. الفن مش قاصد ان يكون كل خاماته غاليه، لا بالظبط. انا بعمل انا كفنان تشكيلي ليا مستواي الفني، بعمل بزيت بس بسكينه الباليتا مش عارف ايه، بطلع لوحه عشان باع بكذا، فبكلفها كتير. انما لا، لما انزل للشارع لا، انا اشوف ابسط خامات، خامات البيئه نفسها. انا عندي البيئه عندي غنيه بالخامات، هاخد خامات البيئه نفسها وافعلها معايا واشتغل بيها. هاخد الرمل في البيت بدل الكراكيب، الكراكيب دي ممكن تطلع ابداع يا جماعه، بالظبط. ممكن نعمل منها ابداع. انا ممكن عفوا يعني علب الكنز اللي مش عارفه ايه حاجات الكرتون دي، ممكن مشابك الغسيل. بالظبط حضرتك. يعني كنا زمان في المدارس، بس للاسف يعني الوقت قلت الحكايه دي. كنا زمان عشان امكانياتنا الماديه ما كانتش كتيره، كنا بنلجا الحاجات دي ونطلع منها تحف حقيقي. طيب الحته دي او الجزء ده محمود، فكره ان احنا برضو الاطفال مثلا والنشأ، ان احنا ازاي يبقى في يعني دورات تعليميه، ان انا اعرف استفيد من الخامات اللي عندي اللي حواليا، البيئه اللي حواليا، اي حاجه حواليا في البيت حتى اقدر ازاي استفيد منها، ازاي ممكن اطلع قدراتي واكتشف ان انا ممكن اشتغل على حاجه واطلع منها عمل ابداعي. أيوة. او اكتشف قدراتي في ان انا ممكن ارسم واطلع عمل فني. هل احنا
يعني محتاجين نشتغل اكتر في الحته دي تحديدا. ننزل الشارع، لازم ننزل الشارع، ننزل القريه. يعني القريه والشارع مهمين جدا عندنا طبعا، والميادين والحاجات دي كلها. وننزل ونجيب خامات ونجرب خامات. انا هجيب خامات اللي موجوده عندي في البيت، اللي عفوا المهملات والحاجات دي، ابدا اجمعها وابدا منها اعمل تركيبات معينه واشكال معينه والونها وكده. الناس اللي حواليا هيشوفوا التجربه، انا بعملها كوسيله ايضاح للناس، هيشوفوا التجربه هيتفاعلوا معايا، هيبداوا هم برضه يجيبوا حاجات وممكن يبتكروا حاجات احسن من اللي انا عملتها. عشان كل واحد هيشوف اللي انا عملته ايه وهيحاول يضيف عليه، وهنا الابتكار. انا بشوف الامي وبعد كده اضيف عليها، بضيف عليها بطلع حاجه جديده، فاذا هنا انا ابتكرت. يعني اي واحد وصل لابتكار جديد او لمعرفه جديده، دي نتيجه خبره وشاف خبرات اخرى وكون دي مع دي ودخل فكره معينه وعمل تجارب فوصل للنتيجه الجديده. فهو بالتالي انا ممكن، يعني انا رحت الفرافره الواحات فلقيت زميلي هناك اسمه بدر عبد المغني، عامل ايه؟ جاب الرمل من الجبل هناك وطحن الرمل، والرمل نفسه ملون رمل الجبل، وحط له غيره ابيض وحاجات زي كده، المهم عشان يدي يلزق ويدي زي ما كان، عامل بيه لوحات، لوحات جميله جدا الحقيقه. مفيش خامات، يعني خامات ما كلفتش حاجه خالص. طيب احنا برضو شفنا منذ قليل، ممكن نشوف تاني، يعني ممكن برضو نشوف تاني. دي اعمال طفله رحيل. من ضمن المشاركات في المعرض اللي حصل امبارح وانا في الورشه بتاع الفنان احمد بيومي، وانا داخل في الحياه في استاذ الصاوي، الورشه الفنان احمد بيومي في الداخل، فحضرتك انت مره في الطريق بتمر على معرض او قاعه عرض، لفت نظري شغل طفله. بعد ما قعدت في الحقيقه واندمجت مع الفنان احمد بيومي تذكرت ان انا شفت حاجه لفت احساسي شدتني، فروحت طالع تاني اتفرج. انا فكرت معرض شامل فيه مجموعه كبيره من الاطفال بيرسموا وحد بيساعدهم وكده، اتفاجئت ان طفله صغيره لا تتعدى الخمس سنوات اسمها رحيل حداد. الطفله قالوا ده هي اللي رسم الرسمات دي، ما شاء الله طفله معجزه. تتعدى يعني الخمس سنوات او لا تتعدى الخمس سنوات، بترسم رسمه وبترسم، وبصيت لي الخطوط بتاعها، خطوطها خطوط طفل فعلا، ما فيش حد متدخل في خطوطها. والديها كانوا موجودين وروني فيديوهات ليها وهي بترسم. شفت حركه ايدها في الرسم، يعني متمكنه جدا، وازاي بتحرك ايديها في الرسم. ده كل ده رسمها شغلها، كل ده رسمها في الحقيقه. وعندها احساس عالي جدا، والجميل فيها ان الموروث الشعبي الكويتي مطلعها في لوحاتها. يعني اهلها كانوا بيحكوا لها على التاريخ بتاعهم، والراجل اللي هو زي المصحرات عندنا مسمينه ابو الطبيله، وازاي كان بيصحر الناس بيقولوا الكلام ده، هي مطلعه ازاي في الريف او الاماكن الصحراويه عندهم، ازاي الراجل اللي يبقى هو اللي شايل اللي بتاع بسله المايه دي، هو اللي شايل على راسه، والست هي اللي ماشيه وراه عكس عندنا، وحاجات كتير في الحقيقه. واحنا عندنا اطفال كتير مصريين عندهم مقدره في الرسم، بس اللي يحس بيهم واللي يتبنى الموهبه دي، هو ده السؤال. يعني هو ده السؤال، انك انت ازاي تقدر تشتغل. اتفضل. البنت فنيا برضه في حاجه ساعدتها، الامكانيات. الامكانيات هنا مهمه جدا. اهلها وفروا لها كل الامكانيات. اهلها جابوها القاهره هنا عملوا لها معرض. كل ده بيدي دفعه للطفل، دفعه كبيره جدا جدا، دفعه معنويه كبيره قوي. يحس ان هو بيعمل حاجه. طبعا ان بوفر له اللي هي زي الوان على اعلى مستوى، اللي هي التوال، اللوحات اللي يرسم عليها، الحاجات دي كلها، دي برضه دفعه كويسه. دي دفعه كويسه. بس برضه يعني عشان المساله دي احنا مش بنتكلم بس على امكانيات، فكره انها بتدي الوان مثلا على اعلى مستوى او بامكانيات عاليه، ان ممكن حتى بالافكار البسيطه جدا بتاعه البيئه بتاعتنا، يعني احنا بنشوف مبدعين في القرى وفي النجوع وفي الريف المصري. يا جمالك يا مصر، والله في بعض الاطفال عندهم قدره فائقه ان يعبروا باشياء وحاجات من الطبيعه بسيطه جدا. طب هل احنا قادرين نشتغل على دول؟ يعني هل قادرين ان احنا ناخد دور ونشتغل عليهم بشكل حقيقي؟ هو ده السؤال. هو يعني المفروض ان احنا ناخد ده. المفروض انه يكون. بس للاسف انا مش شايفه واضح. ده المفروض انه يكون نشتغل على دول. وده برضه دور بيوت الثقافه في القرى، ودور كليات الفنون، ان هي المفروض في الصيف بتاخد الطلبه بتوعها بتوديهم الاماكن دي وتخليهم يتفاعلوا فيها مع الناس. ده المفروض، انما طيب للاسف من وجهه نظر
اللي بتشتغل او بتدعم الفن التشكيلي او اللي بتشتغل في مجال الفن التشكيلي في مصر، سواء مؤسسات الدولة او المجتمع المدني، هل شايف انها فاعلة او محتاجة بايه عشان تقدر تقوم بالدور بتاعها على الوجه يعني الصحيح؟ والله في الحقيقة في الظروف يمكن يصعب شوية، إنما ممكن نقول في الأيام القادمة إن شاء الله هيكون أفضل في الحقيقة. أساس الظروف اللي إحنا فيها طبعا طالعين من مشاكل، وما زال برضه في بعض المشاكل برضه إحنا بنحاول إن إحنا نقضي عليها، على أساس إن إحنا يعني ننهض بالوطن وننهض بالبلد، ومع النهضة بتاعت الوطن كله أكيد هيكون في نهضة فنية كبيرة يعني. وأنا يعني متوقع كده في الحقيقة، عشان إحنا في عندنا فنانين واعدين، صحيح. عندنا في الحقيقه فنانين كتير كتير واعدين. وبعدين ده في نقطه مهمه جدا، يعني لما اجي اشوف الفنانين اللي بيعملوا معارض بلاقي اكترهم مش خارجين كليات فنيه، مش خارجين كليات فنون، لا بلاقيهم خارجين تجاره واداب وكليات تانية ودبلومات وحاجات زي كده، ودخلوا في الفن فعلا ورسموا، وده ودي علامه كويسه جدا بالنسبه للفن. طبعا طبعا صحيح. وبعدين زي ما قلت لحضرتك احنا في عندنا مقوله بتقول الفن تعبير عن الواقع وليس تسجيلا له، يعني ان انا اقعد قدام منظر في الطبيعه واقعد ارسمه لا ما بقاش كده دلوقتي، لا انا برسم فن دلوقتي باحساس، انا بشوف الحاجه اللي قدامي بإحساسي ببدا يعني. احسها وبعبر عنها باحساسي وتطلع باحساسي انا، مش شرط تكون زي اللي في الطبيعه. صحيح. يعني حضرتك انا ممكن اجيب الكاميرا قدامي مثلا دلوقتي، انا اجيب 10 اشخاص اقول لهم ارسموا الكاميرا، هيدوني 10 كاميرات بأشكال مختلفة. بالظبط، 10 كاميرات كل واحد يديه الكاميرا بالاحساس بتاعه يعني بالزاويه أبسط حاجة، بتاعته. مدرسة الرسم الطفل ارسم لي الموزة لازم تبقى لونها كذا، لا لا والتفاحة حضرتك لونها ابدا، كذا، والمش عارفة إيه لا ده يعني. حاضر، لا ده كان زمان كده، لا الوقت خلاص، الوقت بالظبط. الفن في الحقيقه احساس، يعني تعبير عن احساس الواحد نفسه. صحيح. وبعدين برضه ثقافه الواحد بتتحكم في الفن بتاعه، يعني بكون شاف كتير لوحات فنيه وحاضر معارض كتير والحاجات دي كلها، دي برضه بتنعكس عليه على اساس هو اتاثر بالمعارض دي وهيبدا يطلعها في احساسه. صحيح. يعني الخبره برضه مهم، الخبره اللي هي البصريه مهمه جدا. واللي المفروض ان احنا نعمل ثقافة بصرية تقدر بالظبط تساعد ده، حضرتك، للثقافه تساعد ده. البصريه، عشان كده بقول التلفزيون الرسمي عندنا مهتم بالنوعيه دي او بالموضوعات دي عن التلفزيون اللي هو الخاص. أكيد. الحمد لله. أنا التشكيلي بشكرك شكرا جزيلا طبعا على هذا الطرح، وبالتوفيق طبعا للمعرض. ودايما بنقول فكرة ان كل انسان ممكن بيتولد فنان، بس في مجتمع يقدر يدعم الفن ده ويعمل له بيئة صالحة ان هو يطلع فنان او لا، فاحنا اللي علينا الخيار. بعد قليل ملف اخر عن مدينة السويس، المدينة العريقة، مع الزميل محمود شرف، تابعونا. قدرة احلى والحياة احلى.